3 2 1. كيكة شوكولا، كيكة فراولة، حاجة فيها ألوان، ما تبقاش كيكة فانيليا عشان ما تطلعش لونها أبيض. لو كيكة فانيليا وانت حابة تعمليها ممكن نحط فيها ألوان الطعام الصحية بأي لون انت حباه. أنا بحب اللون الروز، بتحطي حاجة بسيطة من اللون الأحمر بيعمل كيكة الفانيليا لونها روز. بتخرجيها بتزوقيها بمربى وفراولة لو الفراولة موجودة، بكريمة ما بتزوقهاش خالص، بس تبقى انت تحيلتي على موضوع ان الحاجة تطلع لونها ابيض. احنا بنلجأ للميكرويف عشان الميكرويف سريع، في 4 دقايق بتكوني خبستي كيكاية. لما بنزلي ونلاقي حد بيقول ايه انت هنا، انا طالعة السلم اهو. فعقبال ما بتطلع السلم ونفتح لها بنكون عملنا الكيك. وطبعا بمساعدة اواني تابروير في الميكرويف. هنشوف بعد دقيقتين هنقربها ونسقيها الشربات من الازازه المرنه اللي كانت متاحه الاسابيع اللي فاتت، وهنتحكم في كميه الشربات اللي انا هسقيه للكنافه، وهنحصل بعد كده على صينيه كنافه واو في دقائق معدوده. هتحسي بمتعه وانتي بتحضريها في اواني تابلوه. Thank you.